السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من مطبخ ام رسلان مع وصفة جديدة اليوم اللي هي سلطة بطاطا او سلطة باردة او بطاطا مفوبة، كل واحد كيف يسميها. باش نديرو هذه الوصفة واش نحتاجو كمقادير؟ نبداو بسم الله. عندي بطاطا هنا كنت نظفتها وقصيتها كما راكم تشوفوا كاريات باش نفورها، واكيد راح نملحها. نحتاج بصلة، نحتاجو طماطم، نحتاجو زيتون. هنا واش تحبي ديري ديري، عندي زيتون خضر، زيتون اسود والطون. هنا تحبي ديري لي كورنيشون ديري، ونحتاجو الخل والزيت. هنا راح ندير شويه تاع الخل، ما نكثرش غير بيطلق لي لوغو، مغرف كبيره تاع ماكله. راح ندير الزيت، هنا الزيت على حسب الذوق، انا نحبها بالزيت. واللي تحب دير زيت زيتون دير زيت زيتون. راح نزيد نملح شويه هذا لاصوص اللي كنت وجدتها. تحبي ديري موطارد ديري موطارد، انا ما نحبش ناكل لا موطارد الا اذا كنت طيبت بها. راح نلوح البطاطا اللي كنت سبق لي وفورتها، راح نخلط المكونات كامل مع بعضها. هنا تحبي ديري ثاني جاج، ديريه دي مورسو هكا وتحمريه في زبده ملح وفلفل الكحل تضيفيها، راح تجي بنينه. هذا هو الشكل النهائي تاع السلطه تاعي او البطاطا مفورة. اللي عجبتها الطريقة والوصفة مليها غير دير جيم فيديو واشتراك القناة، والى اللقاء.